أهلا بكم. على 4 شركات أقفل باب تقديم الطلبات في مجلس الإنماء والإعمار لرفع نفايات بيروت. 3 ملفات مرت للمرحلة الثانية والرابع لم يستوفي الشروط، وبالانتظار سيظهر الخيط الأبيض من الأسود في الملفات نهار الثلاثاء. وعلى نية المحاكم العسكرية عقد وزير العدل العزم على الهجوم ليؤكد أن لبنان تعرض للانتقاد دوليا. البداية من ملف النفايات، حيث قال وزير البيئة محمد المشنوق إننا سجلنا إنجازا بإحقاق المناقصات المتعلقة بالنفايات، كاشفا عن موافقة على 3 عروض، أما العرض الرابع فقد رفض ووضع خارج المناقصة بملف النفايات في بيروت. المشنوق في مؤتمر صحفي تمنى على البلديات أن تلعب دورها في كنس ولم النفايات وإيجاد أماكن في كل قضاء لوضعها، وشدد على أنه إذا عجزت الشركات عن إيجاد المطامر فعلى الدولة أن تساعدها في تأمين ذلك. لا يوجد عقود جديدة ولا يوجد تجديد أو تمديد، هناك ضرورة استمرار المرفق حتى يؤمن النظافة بالبلد. أيضا نحن نعمل على موضوع المطمر، ولدينا أشياء ربما نعلنها بعد يومين تكون كمان جاهزة العلاقة بكيفية متابعة هذا الموضوع، لكن أنا بقدر أكد أنه نحن بحالة طوارئ بيئية مستنفرين. نحن بنتمنى على كل البلديات مثل ما كنا في الماضي نقول وعلى مدى سنوات، يجب على البلديات أنه تلعب دورها كامل في موضوع معالجة النفايات. وزير العمل سجعان قزي وفي مؤتمر صحفي عقده في وزارة العمل برر قرارا أصدره بدفع 50,000 ليرة من أجل إنجاز معاملة مستعجلة بالقول لا يمكن إصلاح وزارة العمل دون إصلاح الوزارات كافة، ولذلك أصدرنا المذكرة وأنا أدرك أنها غير قانونية بالكامل، ولكن هل عمليات الرشا الحاصلة هي أكثر شرعية منها؟ عندي ثقة بنفسي بعد 60 سنة نضال، ما حدا قدر غبر، في ناس بعرضوني لأسباب سياسية ولا مرة حدا قدر عرضني لأسباب أخلاقية. صدري ومستعد كمل إخدها، ولكن إذا في التباس وسوء فهم لها المذكرة أنا راح أطرحها على مجلس وزراء وليكن ما سيكون، وبجمدها بالوقت الحاضر. هالمذكرة هي يلي بتشرع المساواة، هي اللي بتشرع المساواة، لأنه اليوم المساواة قائمة أستاذ عمل، مساواة قائمة، بدك معاملة تخدها بوقتها يعني خلال 3 أيام أو أسبوع، هيدي المساواة. بدك خدمة سريعة بدك تدفع حقها. يا سيدي اليوم نحن بدولة منا قادرة تستأصل الفساد من جذوره، ما بتعطي دواء، ما بتعطي مسكنات، احسبها مسكنات. نفذ الجيش اللبناني عمليات دهم في جرود بريتال على خلفية خطف مارك الحاج موسى، وتمكن بعد مطاردة وتبادل إطلاق نار من توقيف مطلوبين ومتهمين بعمليات خطف، وقد عرف من بين الموقوفين فرحان علي إسماعيل وثلاثة آخرون من بينهم فلسطيني وسوري، وهم أفراد في عصابة تمتهن عمليات الخطف، وقد تم نقل الموقوفين إلى ثكنة أبلح للتحقيق، فيما نقل إسماعيل على متن طوافة عسكرية. ولاحقا أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أنها أوقفت في محلة بريتال المواطن فرحات علي فرحات إسماعيل المطلوب بجرائم احتجاز أشخاص في العام 2014 بقوة السلاح والمشاركة في أعمال إرهابية وسرقة وإطلاق نار من أسلحة حربية، وضبطت بحوزته بندقية حربية من نوع M4 ومسدس وكمية من الذخائر الخفيفة. شدد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الممدد له إبراهيم كنعان على رفض مسألة التمديد للقادة الأمنيين، وقال بالتأكيد سيكون لنا موقف والشارع هو أحد الخيارات. ولفت كنعان في مقابلة مع النهار إلى أن التكتل مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب إذا كان التشريع محصورا بالأمور الاستثنائية والوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن موقف التكتل واضح من آلية عمل الحكومة، فصلاحيات رئاسة الجمهورية وموقع الرئاسة بالنسبة إلينا خط أحمر. وعن العلاقة مع تيار المستقبل أشار كنعان إلى أن التيار حاول بكل الوسائل من خلال الخصومة والمواجهة والحوار ومحاولة التفاهم، لكن كلما اقتربنا من تحقيق خرق في ملف أساسي يحصل تراجع تسبقه حملة مفتعلة لتبرير الانسحاب وإبقاء الأمور على حالها.
وزير العدل أشرف ريفي وفي مؤتمر صحفي أكد أن لبنان تعرض لانتقاد دولي بسبب تعاظم دور المحاكم في نظامه القضائي. لقد ألغت كل الدول المتقدمة العمل بالمحاكم الاستثنائية نظرا لمسها بالحقوق الطبيعية للإنسان والانتقاصها من مفهوم العدالة التي نطمح في لبنان لتعميمها كي نؤمن للمواطن اللبناني حقه في العدالة وحقه الطبيعي في المساواة أمام القانون. كان ما جرى في ملف محاولة اغتيال العقيد سمير شحادة كما في الحكم الصادر في قضية سماحة بن مملوك وغيرها من الملفات أمثلة على طريقة عمل المحاكم الاستثنائية التي تضرب بعرض الحائط استقلالية القضاء وتجعل منه أسير حسابات سياسية، وهذا ما لا يتوافق مع طوق اللبنانيين لبناء دولة القانون. قائد الجيش يزور حاكم مصر في لبنان. زار قائد الجيش العماد جنقهوجي حاكم مصر في لبنان رياض سلامي في مكتبه في بيروت، حيث قدم له هدية تذكارية تحتوي على الورقة النقدية الجديدة من فئة 50,000 ليرة التي صدرت مؤخرا بمناسبة العيد 70 للجيش اللبناني، وذلك عربون شكر وتقدير للمصرف. وقد أثنى العماد قهوجي على الدور المميز لمصر في لبنان في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد على الرغم من استمرار المصاعب الداخلية والإقليمية، مؤكدا أن الاقتصاد والأمن هما صنوان لا ينفصلان ويشكلان معا الدعامة الأساسية للاستقرار الوطني العام وقاعدة الانطلاق إلى ورشة النهوض بالوطن على مختلف الصعد. من جهته شكر حاكم مصر في لبنان قائد الجيش على زيارته وقدم له التهاني بمناسبة عيد الجيش، منوها بالجهود الجبارة التي بذلتها المؤسسة العسكرية ولا تزال للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي ولدرء الأخطار المحدقة بالوطن خصوصا خطر الإرهاب، لافتا إلى أن مبادرة المصرف إلى طبع العملة الجديدة تمثل تحية وفاء للجيش وشهدائه وجرحاه وتعبر عن الثقة بهذه المؤسسة الوطنية الجامعة التي تشكل أمل اللبنانيين وصمام أمنهم واستقرارهم. أهلا بكم من جديد. في وزارة الخارجية تسلم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني كتاب تعيينه في لبنان. الوزير السابق بأموهاب يدعو خلال تخريج طلاب الـAUCE في بنت جبيل إلى فتح مجلس النواب وإقرار مشروع النفط. اليوم ولبنان يمر في مرحلة كما قلت تحلل الدولة. نعم نحن بحاجة لقرارات جريئة. نحن بحاجة لإعادة فتح مجلس النواب وليتجاوب الجميع مع دعوة الرئيس بري لإعادة فتح مجلس النواب، لأن هناك ضرورة لإقرار بعض التشريعات الأساسية للمواطنين، وهناك ضرورة لإقرار موضوع النفط. التهرب من إقرار موضوع النفط فيه رائحة كريهة. نعم، ونحن نريد تبدأ في هذه المنطقة أو تلك المنطقة أن يبدأ إقرار بلوكات النفط من الجنوب، لأن هذا الأمر فيه استهداف سياسي. نعم، لأن إسرائيل بدأت منذ فترة تستغل النفط في المنطقة المحادية للحدود البحرية اللبنانية. أصيب القيادي الإسلامي أسامة الشهابي في مخيم عين الحلوي بحالة تسمم جماعي مع زوجته وأولاده، وقد حال وضع الشهاب الأمني دون أن يتمكن أحد من نقله إلى أي من مستشفيات المخيم، إشارة إلى أن القوى الفلسطينية تتابع التفاصيل لمعرفة سبب التسمم وما إذا كان نتيجة تناول الأطعمة أم لأسباب أخرى. الحد من تلوث مجرى نهر العاصي كان محور اجتماع رؤساء بلديات في الهرمل مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر. عقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لقاء في المكتبة العامة في الهرمل للبحث في مسألة معالجة التلوث الذي أصاب قسما من مجرى نهر العاصي وأحواض تربية الأسماك، وحضر اللقاء النائب نوار الساحلي وعدد من رؤساء البلديات والمسؤولين. اليوم مش مقبول لأنه في قلة قليلة
همها جيبتها والمصاري قبل ما تكون همها البيئه ومنطقتها وشعبها وناسها والسياحه بهذه المنطقه. مش مقبول كرمال حفنه من الدولارات تتشوه صوره الهرمل وتنضر البيئه وتنضر الثروه السمكيه. بالنهايه هذا ضرر راح يصيب الكل. اللي بيسمعه بالاعلام هو امر بسيط جدا عم يتعالج الدولي ولا يشكل اي خطر لا على الرواد. ومن هنا لابد من مناشده الوزارات المعنيه الصحه والموارد المائيه والزراعه والاقتصاد وكل الجهات المعنيه لرفع الصوت عاليا وتحمل مسؤولياتهم. وتخلل اللقاء مداخلات وتوصيات لمنع اي تلوث ووقاء العاصي شريان حياه للهرمل ولبنان. وبعدها تفقد المحافظ خضر والمشاركون احواض تربيه الاسماك ومجرى النهر. أهلا بكم من جديد. أعلن المرصد الأشوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش احتجز ما يزيد عن 100 عائلة سريانية مسيحية في بلدة القريتين المتاخمة للبادية السورية والتابعة لمحافظة حمص. ولفت المرصد إلى أن التنظيم سيطر على البلدة قبل يومين إثر اشتباكات عنيفة بينه وبين القوات الحكومية. وشهدت البلدات السريانية المسيحية في ريف حمص الجنوبي الشرقي حركة نزوح واسعة. سلمت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات العراقية أرملة زعيم في تنظيم الدولة الإسلامية كانت قد سجنت بعد غارة على سوريا أودت بحياة زوجها أبو سياف. وكانت نسرين أسعد إبراهيم المعروفة باسم أم سياف لا تزال مع العسكريين الأمريكيين، وقد سلمت إلى وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق. وقد اعتقلت أم سياف في 15 من أيار الماضي في شرقي سوريا خلال أول عملية على الأرض تبنتها رسميا الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لاعتقال عناصر من التنظيم المتطرف. كان في هذه النشرة قبول 3 شركات من أصل 4 في عروض نفايات بيروت. نحن بحالة طوارئ بيئية مستنفرين. معاملات إكسبرس في وزارة العمل ب50,000. ما بتعطي مسكنات احسبها مسكنات. وكان في هذه النشرة أيضا 100 عائلة مسيحية رهينة لدى داعش في حمص. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.